المتابعة والتحليل. ينضم إلينا هاتفيا الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام، كيف تابعت زيارة الرئيس الأدري لمصر وما تم توقيعه من اتفاقيات خلالها؟ طبعا هي زيارة مهمة سواء من حيث الموضوعات التي بحثت أو من حيث التوقيت. احنا بننظر إلى هذه الزيارة في ضوء العلاقات القوية والوثيقة التي تربط بين البلدين، وخصوصا عقب الزيارات المتبادلة على مستوى القمة. بننظر إليها أيضا في ضوء دبلوماسية القمة، وهي دبلوماسية ناشطة في مصر في السنوات الأخيرة، وبننظر إليها أيضا في ضوء سياسة مصر الخارجية واللي بتتسم بالاعتدال والتوازن والانفتاح على الجميع، وأيضا في ضوء محور التوجه نحو الشرق، وهو أحد المحاور الهامة في السياسة الخارجية المصرية في السنوات الأخيرة. في مثل هذه اللقاءات بيتم بحث مستويين من القضايا. المستوى الأول هو القضايا اللي نسميها قضايا العلاقات الثنائية، اللي بتمس كل ما يدعم التعاون بين الدولتين في مجال الاقتصاد والتجارة والتصدير والسياحة، وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي، في كل هذه المجالات، مجال الثقافي أيضا، كل ده بنسميه القضايا العلاقات الثنائيه. في مستوى اخر اللي هو قضايا ذات الاهتمام المشترك، يعني قضايا اللي موجوده في الاقليم وايضا اللي موجوده في منطقه وسط اسيا، وبالتالي كانت هناك ايضا اهتمام بهذا الملف وملف القضيه الفلسطينيه وما يحدث فيها من تطورات، وتأييد لوجهه النظر المصريه في العمل على ايقاف اطلاق النار وتحقيق حل الدولتين. السياسه الخارجيه الناجحه بتكون ناجحه بقدر انعكاسها على الداخل، وبقدر ما تؤثر ايجابا على الاقتصاد. اذا احنا بنتوقع ان في مثل هذه المباحثات وفي مثل هذه الزيارات بيبقى في لقاءات على مستوى القمه، يعني لقاءات ثنائيه، وفي ايضا لقاءات موسعه على مستوى وفود الدولتين، يتم خلالها توقيع عديد من الاتفاقات والمعاهدات والتي تؤدي إلى آثار إيجابية للدولتين ولشعب الدولتين. نعم، يعني ولاحظنا ذلك في تنوع المجالات التي اشتملت عليها مذكرات التفاهم المشتركة فيما بين البلدين، مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، مجال التكنولوجيا، مجال الشباب والرياضة. في رأيك يعني هذا المنحنى في العلاقات الاقتصادية إذا ما تم تطويره بين مصر وأذربيجان إلى أي مدى يمكن أن ينعكس على الأوضاع الاقتصادية في البلدين؟ بالتأكيد، ودي أهمية مثل هذه اللقاءات اللي بنسميها لقاءات القمة، لأنها بتحوي أيضا توافق حول عديد من القضايا وتفاهمات متعددة وفي جوانب مختلفة الحقيقة، سواء في مجال الاقتصاد، التجارة، التبادل التجاري، التصدير، السياحة، الأمن الغذائي، في مجالات الصناعة. إذا كل دي قضايا مهمة، وخصوصا عندما يتم تطويرها والاهتمام بها من خلال مثل هذه اللقاءات، وهي بالمناسبه لقاءات متكرره، كل ده متوقع انه ينعكس ايجابا على شعبين وعلى الدولتين، وهو ما يحقق مصلحه هذه الدول وشعوبها. واحد أيضا من الملفات المشتركة كان ملف التغيرات المناخية في ضوء استضافة أذربيجان لكوب 29 ونقل الخبرة المصرية أثناء استضافتها لكوب 27. هذا الملف يعني في أي إطار تضع أهميته في التعاون فيما بين الجانبين؟ طبعا ده ملف هام، ملف التغيرات المناخية، هو بيهم مصر، بيهم أذربيجان، بيهم العالم ككل، وبالتالي مهم أيضا أن يتم نقل الخبرات في هذا الإطار والبناء عليه، وبحيث يتم تحقيق الفائدة المشتركة من مثل هذه اللقاءات. إذا هي قضايا متعددة، سواء منها ما يتعلق بالعلاقات الثنائية أو بالقضايا الإقليمية أو القضايا ذات الاهتمام المشترك، أو حتى خلينا نقول أيضا القضايا ذات الاهتمام العالمي زي قضية التغيرات المناخية وكيفية مواجهة ما يحدث من تغيرات مناخية. كل دي قضايا شديدة الأهمية الحقيقة، وبيتم التفاهم حولها، وبيتم تدعيم التعاون بين الدولتين في إطار
هذه القضايا المختلفة والمتعددة. أشكرك دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.